بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأفلاج ليلى. باعت الرسالة المستمع مزيد بن فالح بن مزيد. أخونا يسأل عن أحكام الشغار، إذ أنه في أمس الحاجة إلى معرفة تفاصيل هذا الحكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قد جعل الله النكاح والزواج يقوم على الرضا بين الزوجين والوئام والوفاق بينهما، وأن يختار للمرأة الزوج الصالح، وأن تختار المرأة الرجل الكفء يختاره لها وليها ويأخذ رأيها فيه. وكل ما يسبب الوئام وحسن العشرة بين الزوجين فإنه مطلوب، وكل ما يسبب الاختلاف وسوء العشرة بين الزوجين فإنه ممنوع. ومن ذلك الشغار، نكاح الشغار. الشغار مأخوذ من شغر الشيء إذا خلى، فنكاح الشغار هو النكاح الخالي من المهر، بأن تجعل امرأة بدل امرأة، بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر، يعني بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. أما كان من النكاح بهذه الصفة أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فهذا هو الشغار بإجماع أهل العلم، وهو نكاح باطل لا يحل به ما حرم الله سبحانه وتعالى. ووجود هذا العقد كعدمه عقد باطل لا تأثير له، ولا ينعقد به نكاح، ولا تجوز به متعة. أما إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وبينهما مهر، فقد اختلف العلماء في ذلك هل هو من الشغار الباطل أو هو جائز نظرا لوجود المهر. الصحيح أنه شغار أيضا، لأنه لا يخلو من غضابة المرأة إحدى المرأتين أو كليهما، فوجود المهر مع إجبار المرأتين أو إحداهما على من لا تريده يعتبر من الشغار لوجود الضرر فيه على المرأة أو على المرأتين. والواجب على ولي أمر المرأة الذي والله الله عليها وجعل بيده عقدة النكاح، الواجب عليه أن يتقي الله في موليته، وأن يزوجها نظرا لمصلحتها هي لا نظرا لمصلحته هو، فلا يستغلها لمصلحته ويزوجها لمصلحته هو، وإنما يزوجها لمصلحتها هي، والله الموفق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم شيخ صالح، لو تكرمتم، رأيكم في من لا يورث المرأة، هل يعتبر في حكم من كفر بآيات القرآن الكريم كآيات المواريث، أم أن الإيمان بالآية شيء وعدم تطبيقها شيء آخر؟ من لا يورث المرأة يرى أنها لا ميراث لها ولا تستحق الميراث، فإنه كافر بالله عز وجل، لأنه مخالف لما شرعه الله عز وجل ومغير لأحكام الله. والله جل وعلا لما بين المواريث في سورة النساء قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله جل وعلا ورث النساء عكس ما كان عليه الأمر في الجاهلية الذين لا يورثون النساء ولا الأطفال الصغار. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الذي لا يورث النساء يرى أنه لا حظ لهن في الإرث، فهذا كافر بكتاب الله عز وجل ومتعد لحدود الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول المرسلة أم أسامة. أم أسامة، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: امرأة وزوجها طافوا طواف الوداع، ثم إنهم وهم ذاهبون إلى مكان السيارة ليركبوا، وأثناء سيرهم في الطريق اشتروا بعض الأشياء وهم يعلمون أنه يجب أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهل عليهم شيء؟ إذا كان هذا الذي اشتروه لحاجة السفر، حوائج السفر، أو هدايا لأولادهم ومن وراءهم، فلا يؤثر هذا على طواف الوداع. أما إذا كان هذا الذي اشتروه من باب الاتجار، اشتروا بضائع للتجارة، فإن هذا ينقض الوداع، وعليهم أن يعيدوه، لقوله صلى الله عليه وسلم أمروا أن يكون، قول ابن عباس رضي الله عنهما، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي باع واشترى تجارة لم يكن آخر عهده بالبيت، فإن كان في مكة فيعيد الطواف، وإن كان سافر فإنه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية بدلا عن طواف الوداع، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول امرأة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بذلك أشد الإيمان، وتبتعد عن المعاصي قدر استطاعتها، وتبكي عندما تذكر الله تعالى، وتؤدي الصلاة في أوقاتها، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما يأتيها شك في بعض الأمور التي هي من اليقين، وهي دائما تخاف من الموت ولا تحبه، وهي تبكي كثيرا، لعل الله أن يزيل هذا من قلبها وأن تحب لقاء الله، وهي تدعو كثيرا كثيرا أن يبعد الله عنها هذا الشك، ولكن ما زال في نفسها، فهل هذا يدل على عدم رضا الله عنها؟ وماذا تفعل حتى تصل إلى صدق اليقين؟ جزاكم الله. أما كونها تحب الله ورسوله فهذه علامة خير، كذلك كونها تحافظ على أداء الفرائض فهذا هو الواجب، وهذا خير والحمد لله. أما ما يعتريها من الشكوك والوساوس التي لم تتكلم بها، وإنما هي وساوس في نفسها، إنها لا تؤثر عليها ولا تهتم بها، لأنها وساوس من الشيطان، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان ولا تتكلم بها. وأما أنها تكره الموت فهذا شيء طبيعي في بني آدم، ولا حرج عليها في ذلك لأنه شيء طبيعي، ولكن عليها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييها ما دامت الحياة خيرا لها، وأن يميتها إذا كانت الوفاة خيرا لها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يقول المسلم: اللهم أهيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يجعل الأمر مفوضا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أخوكم في الإسلام تاج السر، سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول: ما هو رأيكم في وضع الحنة للرجال في أكفهم وأرجلهم عند الزواج، إذ أن هذه العادة متبعة عندنا، أفيدونا هل هي حرام أم حلال للرجال؟ جزاكم الله خيرا. وضع الخضاب إذا كان هذا سائدا ومعروفا في المجتمع للرجال إنه لا حرج فيه، أما إذا كان في بعض المجتمعات أن الخضاب بالحنة خاص بالنساء فلا يجوز للرجال أن يستعملوه وأن يضعوه، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن لو احتاج الإنسان إلى الحنة لعلاج مرض فلا بأس بذلك،
وكذلك أن يخضب به الشيب في لحيته أيضا هذا سنة. فإذا كان استعماله للحنة من هذا النوع في شيبه فهذا سنة، أو للعلاج فهذا مباح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في إحياء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالذكر والقراءة، حيث يجتمع أعداد كبيرة من الناس في برحات كبيرة سنويا في ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام، ويقيمون الذكر ويضربون الدف، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ توجيهنا وجوب ترك هذا العمل لأنه بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البدع، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمولد لا شك أنه محدث وبدعة، لم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من أمره، ولا من إقراره صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الخلفاء الراشدين، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل القرون المفضلة، فإنه بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، برواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر به وترك ما نهى عنه، وقد نهانا عن البدع ومحدثات الأمور ومنها المولد، فإنه محدث وبدعة. والواجب على المسلمين الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعله فعلوه، وما تركه تركوه. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول نهانا عن البدع ومنها المولد، فإنه بدعة كما تدل على ذلك النصوص الكثيرة، فهو بدعة محدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع بجميع أنواعها، سواء عن الموالد أو غيرها. الواجب على المسلمين أن يتركوا هذه البدعة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به يتمثل في عمل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحبة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا في أيام محدودة أو يوم معين، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل عمل صالح من قول أو فعل، يذكر في الأذان، يذكر في الإقامة، يذكر في التشهد، يذكر في كل عمل وفي كل طاعة عليه الصلاة والسلام، يذكر بالصلاة والسلام عليه دائما كل ما مر ذكره صلى الله عليه وسلم، كل ما صلى الإنسان فريضة أو نافلة، التشهد الأخير يصلي ويسلم عليه، فذكراه تتكرر علينا دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل رأيكم شيخ صالح في مصافحة المرأة الأجنبية ويطلب الدليل، بارك الله فيكم. مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، والدليل أن هذا من الفتنة، يسبب الفتنة، الفتنة بفتنة الرجل بالمرأة وفتنة المرأة بالرجل، وكل ما سبب فتنة إنه محرم ومنهي عنه، لأن هذا الدين جاء بسد الذرائع، جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى المحذور. ومن ناحية النص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبايع النساء بالمصافحة كما يبايع الرجال، وإنما كان يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. وما وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبها رسالة بتوقيع أحد الإخوة، يقول المرسل سين عين، يسأل ويقول: ماذا أفعل إذا توضأت وعندما انتهيت من الوضوء تذكرت أني لم أمسح على رأسي، فهل أعيد الوضوء لأنه يشترط في الوضوء الترتيب، أم أمسح على رأسي فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا تذكر أنه لم يمسح على رأسه وكان العهد قريبا وكان بلل الوضوء لا يزال موجودا، فإنه يمسح على رأسه ويغسل رجليه ويكمل وضوءه لوجود الموالاة. أما إذا طال العهد وامتد الوقت ويبست الأعضاء فإنه يعيد الوضوء من جديد لوجوب الموالاة، على أن الذي نوصي به أنه لا يتفاعل مع الشكوك والأوهام، خصوصا إذا انتهى من الوضوء، فإن الشكوك بعد أداء العبادة والانتهاء منها لا تؤثر. لكن إذا تيقن أنه لم يمسح على رأسه فكما ذكرنا سابقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما الحكم فيما إذا صلت المرأة في منزلها مع الجماعة في المسجد؟
حيث أن المسجد مجاور للمنزل وهي تسمع الصلاة من المنزل بوضوح، فهل يجوز أن تصلي مع الجماعة في منزلها أم لا بد لها إذا أرادت الصلاة مع الجماعة الذهاب إلى المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وتتابع الإمام، لأنها لا تراه ولا ترى أحدا من المأمومين وهي خارج المسجد، ليست في المسجد، فتصلي وحدها ولا تصلي مع الإمام لأنها معزولة عنه، لا تراه ولا ترى أحدا من المأمومين وهي ليست في المسجد وإنما هي خارج المسجد. وإذا أرادت أن تصلي مع الإمام فإنها تخرج تدخل في المسجد وتصلي وراء الرجال أو مع النساء إذا كان هناك مصلى نساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أديت أنا وأخي فريضة الحج وكان نوع النسك التمتع، ولكن عندما انتهينا من الحج وطفنا طواف الوداع تركنا السعي، فهل حجنا صحيح أم يجب علينا أن نفعل شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال مجمل، إذا كان قصده أنهم تركوا سعي الحج فإنه لا يتم حجهم إلا به، فعليهم أن يعودوا ويؤدوا السعي ولو طال الوقت. أما إذا كان قصده السعي مع الطواف الوداع يظن أن لطواف الوداع سعي، فهذا فهم خاطئ. طواف الوداع ليس فيه سعي، يكفي الطواف بالبيت 7 أشواط وليس له سعي. نعم. من الأردن الزرقاء رسالة بعث بها المستمع عبد الكريم درويش محمد، يسأل ويقول: ما حكم الشرع الحنيف في من يحضر للتعزية من أماكن بعيدة ويصنع لهم أهل الميت طعاما ويخصصون هذا الطعام في اليوم 43 أو في أول عيد يصادف بعد موته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صناعة الأطعمة بمناسبة الوفاة والتوسع في ذلك والقدوم من بعيد لحضور العزاء، كل هذه أمور غير مشروعة وتكاليف باهظة وشاقة على الناس، والدين ولله الحمد دين يسر. التعزية مشروعة إذا تيسرت بدون كلفة وبدون عناء، فهي مشروعة لأن تعزي أخاك المصاب أو تعزي صاحب المصيبة لميته في بيته أو في المسجد أو في متجره أو في الطريق، بدون ارتباطات وبدون ترتيب وبدون إقامة حفلات أو صناعة أطعمة، كل هذه من التكاليف ومن البدع المحدثة وقد تدخل في المآتم المحرمة، فالواجب تركها. والذي وردت به السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم أو من أقاربهم بقدر حاجتهم في يوم المصيبة، يدفع إليهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صناعة الطعام لأنفسهم، فيكون هذا من التعاون ومن المواساة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد أبو ماجد من مكة المكرمة بعث رسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: توفي والدي قبل 14 سنة وترك مبلغ 50,000 ريال، وكان أكبرنا في ذلك الوقت في 16 من عمره، وخلال هذه المدة 14 سنة عملت الوالدة جزاها الله خيرا في أعمال عدة حتى زاد هذا المبلغ وبلغ 300,000 ريال، وقد اشترينا بهذا المبلغ منزلا نسكن فيه. توفيت الوالدة عليها رحمة الله ونحن لا نعلم إن كانت تخرج زكاة المال أم لا، ولقد أخبرتنا أختنا الكبرى أن والدتنا رحمها الله أخبرتها أنها كانت تخرج من هذا المال بمقدار وتصرفه علينا نحن الأيتام، وكانت تعتبر ذلك هو الزكاة وتقول إن الزكاة يجوز صرفها على الأيتام. ولأن الوالدة كانت أمية وجاهلة فمن البديهي أنها لم تكن تخرج نصاب الزكاة، ولقد سألنا أحد العلماء فأفتانا بأنه يجب علينا إخراج الزكاة عن كل المبلغ المذكور طيلة السنين 14 الماضية، وهذا يكون مبلغا كبيرا، وبخاصة إذا علمتم أنه ليس فينا من يعمل ويكسب سوى واحد وراتبه 900 ريال، ونحن في المنزل 6 أبناء ونصرف كلنا من هذا المبلغ، لذلك نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى ما يجب علينا عمله، حيث أننا نعتقد أن الوالدة رحمها الله تسأل عن تفريطها في هذا الموضوع، وهل يمكن لنا مساعدتها وحالنا كما ذكرنا لكم؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الأمر كما أفتاكم هذا العالم، إذا كان الأمر كما ذكر أن هذا المبلغ لم يزكى لعدة سنوات، وأن والدتكم تخرج زكاته وتنفقها عليكم، إن زكاة المرء لا يجوز إنفاقها عليه ولو كان صغيرا ويتيما، الزكاة تخرج إلى الفقراء والأيتام الآخرين الأجانب الذين ليسوا من أهل ذلك المال، ولكن يجب عليكم أن تزكوا هذا المال عن السنوات الماضية كلها، ولكن كل يزكي نصيبه، كل منكم يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب عن السنوات الماضية من موت والدكم إلى آخر سنة مرت، فكل يزكي نصيبه يحسبه ويخرج زكاته، وإذا وكلتم واحدا منكم يحصي هذا المال ويخرج الزكاة عن الجميع فلا بأس بذلك، المهم أنه لا بد من إخراج الزكاة، ومن كان نصيبه أقل من النصاب فلا زكاة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. من المعروف أن المبلغ 300,000 هو آخر ما جمع، لكن ماذا عن السنوات الأخرى؟ بطبيعة الحال لم تجتمع 300,000 في سنة واحدة. السنة التي حصل فيها الربح يتبع الربح يتبع رأس المال ويزكى معه، فإذا لم تعلموا متى حصل هذا الربح، إذا لم يعلموا متى حصل هذا الربح فإنهم يجتهدون ويقدرون ذلك باجتهادهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي عبد الله.